يا عصفور دغري مستر عصفور شخصيا. نحن وين اي منطقه؟ نحن بالنقاش دبي ورا السبينز دغري على الكورال. بخاف من الفيجيتيريانز ينتقدونا، كلنا بناكل دجاج ولحمه وبقر. بناكل، انا بحب رب العصفور وبحب اكله بس ما بقدر اوصف شيء بشهي. يعني شو بدي اقول لك؟ خلي تليفونك بايدك قبل افتح تمك يا عصفور. يا عصفور شو عم تعمل؟ ايش عم تعمل؟ بتصيد. وين عم تتصيد؟ بجديدة. وين بتتصيد؟ ما في مرق، أنا عندي محل اسمه مستر عصفور بانطلياس. ايه طامع عصافير يعني كل شيء. ايه بس شو عم تتصيد؟ عندي كل شيء بس إيه؟ إنه بتميز بالعصافير. اوكي. إجا زبون بده عصفور وما في مرق عندي هونيك، بيجي بتصيد هون بنتفوا بقلي وبضيفوا إياه. اوكي. بس. ما جاي تاخذ العصفور. هي هلا جاي تصيد، وياك جاي تصيد، زي حيلي شوي. بس خليك. ايه صيد؟ هيدا العصفور بدك تقتله؟ تتصيدوا بدك تقوصوا؟ بنتفوا بقليب طعميه. شو تقوص عصفور؟ هيدا اصلا مش للاكل. ايه؟ هيدا منه للاكل. للقتل؟ منه للقتل. هيدا ما فيك تقوصه. الله يخليك، هلا بلشت تزعجيني، عامل لك زبون بالمحل. ايه ما فيك تقوصه. شو هيك على مزاجك تجي هيك تقوص العصفور؟ ما في مرق هونيك. لا بيجي هون على جديد. هون ما في مرق، انا عندي ما في مرق يا حبيبي، ما في هون. عم بقول لك بقلت الياس ما في مرق. ما فيك تقوص هون، يلا روح. يا عصفور خلص شكلك انت بك شي حيوان منك طبيعي، انت اللي بدك قواص مش هو. يلا زيح يلا. عم قلك عم تصيد عصفور ما فيك تقوص. ما في مرق يا حبيبي، هيدا العصفور ما فيك تقوص. لو عم قلك ما في مرق طلب عصفور شو بعطيه؟ اعطيه شي تاني. اول شي بس احكي معك، عم بعرف وطي صوتي. ما في وطي صوتك، انت ليه عم تعلق انت صوتك؟ يلا ليه ما عم تفهم؟ انت ما بتفهم شو بتعمل الزلمه؟ ما بعرف شو بدك تعمل. ما ياكل زلمه قاعد بالمحل بده ياكل، شو بقول له؟ زعيني شوي هلا. كل شيء تاني. الله يخليكي بلشت تغلغليني. قل له اليوم نحن مسكرين، قل له مسكرين. وبكره؟ ما ياكل. من هون يمكن. يا عصفور. بعدك هون انت. بزيح بسيبك بالغلط. شيلها من ايدك ويلا روح على بيتك. خبرتك شو الخبريه؟ خبرتني شو الخبريه. انا عندي محل اسمه مستر عصفور، اجى زبون طلب عصفور، هونيك ما في مرق، قلت بيجي بتصيد بنتفوا بقليب طعميه بضيق. هيدا مش ما فيك تقوصه، منه للقواص. هيك شيء انت بدك تقوص العصفور هيك قاعد لحاله؟ شو بدي اجيب اصحابه؟ اجيب اصحابه واقوصه؟ لا هيدا الله يخليك، عندي شغل، عندي 100 زبون بالمحل، الله يخليك زعيلي شوي. اكيد ما فيك، اكيد ما فيك، يلا مول معروف خلص، بلاش تعصب. بلش يضيق خلقي. اهلا يا حوي. يا حيوان انت بك شي مريض؟ عم بقول لك عندي محل عصافير وما في مرق جاي. اروح من هون، بلش اروح من هون. ما في مرق هوني يا عم خلص، عن جد خلص. شو الاسم كريم؟ ما خصك. تشرفنا. اختي بطرق بالمشايه بشو بيطلب؟ عم بيطلب الخرد هذا بشو؟ رح اقلك لك عن جد اعطيني اياها لهون. بسفقوا بالمشاي بشو؟ اعطيني اياها لهون. مالك بدي اتصيد؟ لا 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 هي هي الحياة طلعت ونزلت. لا لا لحظة لحظة أخبرك شو الخبرية. أنا وياك أول شيء أنا عم بمزح معك، وأنا بموت بشيء اسمه عصافير وبحب العصافير كثير. أنا ما لي قلب أقتل العصفور، هدي شوي لأقول لك معك برنامج عشتك وغيرها، خلي تليفونك بإيدك، في عندي كاميرا بقلب السيارة، عندي كاميرا هون. لا بس سيد باي. الله يخليك، قولي لها باي. باي. هدي شتيني شوي. يا عصفور. للو حبيبي، شو قصة هاي للو حبيبي؟ يا خيي هيدي للو حبيبي هي ترند انشهرنا فيها نحن وطلعنا فايرل فيها ومستمرين فيها. أول شيء هو شخصياً مستر عصفور. مستر عصفور، ليش سميته مستر عصفور؟ لأنه معروف بالعصافير؟ مشهور بالعصفور التيان اللي هو محبز عند كل اللبنانيين وبيفقدوا إلا بس بالمطاعم، ما في فود كورت تقدروا تجوا عليها تاكلوا عصافير، سو نحن كسرنا هيدي القعدة وصار فيكم تجوا لعنا بأحلى الأسعار ذوقوا أطيب عصافير. طب سؤال، اليوم ساندويتش العصافير قد ايه حقه؟ $7. كم عصفور بتحط بقلبه؟ 6 عصافير، يعني ستة ارخص عصفير. من المثلج 6 عصافير $7 مع الخدمه مع ملفوف خالص عم بياكل قاعد. صح. كيف ما في معك سرقوا للعصفور؟ لا اكيد نحن بنشتري بكميه كبيره ومنخزنه كرمال نقدر نوفر لكم اياه كل السنه. يعني هو السر ما كان مخبركم اياه بس جبرته على الهواء. اذا بده يتواصلوا معنا اليوم على اي رقم يا للو حبيبي؟ 7897370. سوشيال ميديا؟ انستغرام مستر عصفور وتيك توك مستر عصفور، فيسبوك مستر عصفور. خلص ما بدك تقول لها تريسي، تحط لك وتريسي. ثانك يو، ما فيك تقطع الحلقه بلا ما تقول تريسي. في بارت 2 في عنا يتباع اكيد.
حط لي كبسه 3 اطباع يا عصفور. روح